Hello, grade 12 life science. راح نبلش today by exercises على probability part 1. نحن ب probability part 1 هو probability في قسمين، يعني هن بالاصل counting and probability. اوكي؟ هلا هيدا كله على بعضه بعدنا بالcounting، يعني بعد رسميا ما فتنا بدرس probability، ولكن هيدا اذا فهمنا هيدا اللسون يلي هو الcounting بنفهم probability 100%. اوكي فراح نحل اكسرسايزز من البوك تبعكم. اوكي اول اكسرسايز هو كالكوليت، بس يعني حبيت هيك حطه بس عشان نضلنا نتذكر الرولز دائما، الرولز اللي هن على كومباينيشن. اوكي على كومباينيشن without repetition اكيد، وعلى arrangement without repetition. هودي راح نستعملهم كتير هير، وإذا حدا حاب يشوف له شي كم رول باقي بيشوفهم باللكتشر. اوكي C7 out of 12 كيف نحن بنكتبها؟ as هيك، يعني as an a rule. كيف بنكتبها an a rule؟ فهي شو بتصير؟ اللي فوق هي دائما هي البي، واللي تحت هي الان. اوكي الان هي بتكون دائما الاساس، يعني اكبر من البي. انا عندي ان بدي اختار منهم بي، يعني عندي 7 بولز بدي اختار منهم 3، عندي 12 بولز بدي اختار منهم 7 7. اوكي فهيك بتكون C7 out of 12، هيك انا بقراها. فاذا بتصير n factorial يعني 12 factorial على p factorial يعني 7 factorial times n minus p factorial يعني 12 minus 7 factorial، فاذا هي 5 factorial. والفاكتوريال عارفينها شو هي، هلا ما بقعد بضيع وقتي فيهم، خلاص على الكالكوليتر بعمل على الكالكوليتر shift divide. اوكي بستعمل الشيفت ديفايد وبحط على الكالكوليتر اول شيء بحط 12، يعني هون على الكالكوليتر بحط اول شيء 12 بعدين شيفت ديفايد بعدين 7، يعني هي الكالكوليتر لحالها بتقول لك انه حط لي انا ان سي ار. اوكي وبنطلع الانسر وخلص. هلا ثاني وحده C1 out of 28، هون مش رح احط الانسر. اوكي انتم بتطلعوه C1 out of 28، فهي بتصير 28 factorial على 1 factorial into 28 minus 1 يعني 27 factorial. هلا هيدي فينا نستعمل الرول تبعها. شو هي الرول؟ C1 out of 28 حيطلع الانسر 28. انا عندي رول بتقول لي C1 out of n بيطلع الانسر n. اوكي هيدي رول كمان مخدينا اذا بدكم هلا نتذكرها. حدا عنده شيء بيرجع للبروبرتيز اللي اخذناهم بالدرس الماضي بالكومباينيشن بروبرتيز. فاذا C1 out of n بتطلع n. اذا حدا حابب هيك يعني يتذكرها اوكي بيرجع لها بيتذكرها نو بروبلم. C10 out of 18 نفس الايديا، 18 فاكتوريال على 10 فاكتوريال into 8 فاكتوريال وبطلع الانسر. فيكم تطلعوه على الكالكوليتر اذا حدا نسيها بيطلعها. هلا الارينجمنت شو بيفرق؟ الارينجمنت مثل ما حكينا هيدي الارينجمنت وهيدي الكومباينيشن شو بيفرقوا عن بعض؟ مثل بعضهم نفس الشيء، ولكن هيدي اللي بتفرق هيدا الترم اللي هو بي. هيدو شايفينه ما بدي اعجي كثير هون حتى ما نضيع. اوكي هيدو هيدا هو اللي بيفرق معنا اللي هو البي فاكتوريال هير. هون ما في بي فاكتوريال، ملاحظين ما في شيء، بس في ان على ان ماينس بي. اذا هيدي شو بتصير؟ 9 فاكتوريال على 9 minus 1 يعني 8 فاكتوريال. شايفين كيف؟ وهيك بتطلع الانسر. هلا اذا واحد شاطر شوي دغري بيقول لي الانسر هون حيطلع 9. اوكي حيطلع 9. اوكي طيب سمبليفاي C5 out of 9 على C5 out of 8. هيدي مش رح احط الانسر تبعها، انتم على الكالكوليتر يوزنج دي كالكوليتر بتعملوا لها كالكوليت. خلص نمبر 2 n فاكتوريال على n minus 2 فاكتوريال. هيدي اللي بدي حلها، هيدي المهمه. طيب شو هي n فاكتوريال على n minus 2 فاكتوريال؟ كيف انا بدي اعمل لها سمبليفاي؟ اذا رحت على الكالكوليتر ما بتحط لك الكالكوليتر n فاكتوريال، ما في، في نمبر الكالكوليتر بتحسب لك. اوكي ما بتعمل لك سمبليفاي. اوكي فاذا هون انا شو بدي اعمل؟ بدي اضطر اني استعمل المنتل رولز، يعني بدي استعمل مخي شوي. اوكي هيك يعني. ف n فاكتوريال شو هي n فاكتوريال بالاساس؟ n فاكتوريال مثل ما كنا نشوف من قبل هي n times n minus 1 times n minus 2 times لحد ما توصل لعند 3 times 2 times 1. اوكي هيدي بدي اشرحها اول شيء بس وبرجع بكتب لكم هلا بعد شوي شيء ثاني. طيب n minus 2 فاكتوريال شو هي؟ هي n minus 2 times
الرقم اللي أصغر من n minus 2 اللي هو n minus 3 times n minus 4 and لتوصل 3 times 2 times 1. Okay؟ طيب بالمختصر أنا إذا بدي اختصرها لهيدي كلها، هيدي كلها ما بكتبها. ما بكتبها بس كتبتها لفرجيكم كيف هي. بكتب أنا n factorial، شو هي n factorial؟ هي n times الرقم اللي أصغر من n دغري ب1 اللي هو n minus 1، يعني مثل مثلا 9 times 8 times 7. Okay؟ 9 times 9 minus 1 هي 8، والرقم اللي أصغر منه 7 واللي أصغر 6 لحد ما توصل لآخر شيء 3 times 2 times 1 times n minus 2 factorial على n minus 2 factorial. ليش أنا كتبت هيك؟ لأن n times n minus 1، لاحظوا من هون ورايح n minus 2 times n minus 3 times 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 لحد ما توصل 3 times 2 times 1، هيدي كلها على بعضها يا حبيبي هي n minus 2 factorial. اوكي؟ كلها على بعضها هي n minus 2 factorial. تمام؟ وهيدي اللي تحت n minus 2 times n minus، هيدي كلها على بعضها كمان n minus 2 factorial، هي اخذناها من فوق. فإذا يعني أنا وكأني قلت لك بطريقة ثانية إنه هاي وهاي بروحوا مع بعض، فإذا الأنسر شو بيبقى؟ n into n minus 1. هلا إذا بدك تعملها بعد simplify بتصير n square minus n. هيدا هو الفاينل أنسر تبع هاي. هيدا هو simplify. تمام؟ طيب هلا هودي بدي استعملهم بعد شوي بإكسرسايزز ثانية، بكفي لحتى هلا يعني نحل هودي الاثنين. Solve the following equation. كيف أنا بدي حل هيك equation؟ C2 out of n equal 10. هلا في واحد شو يعمل؟ يروح يجيب كالكوليتر ويبلش يجرب على الكالكوليتر، بضل يحط numbers لحتى يجيب ال n وتطلع 10. Okay؟ بحط مثلا 7C2, 5C2, 3C2, 10C2، بجرب أرقام تطلع معه. Okay؟ عادي. Okay؟ بس هون أنا بدي حلها بطريقة تانية، بطريقة advanced شوي. فكيف؟ فC2 out of n شو هي؟ هي n factorial، نستعمل الرول، على 2 factorial times n minus 2 factorial. Okay؟ equal 10. طيب هيدي شو بتعطيني؟ طيب هيدي اللي فوق يلي هي n factorial شو بتصير؟ هيدي اللي فوق هي بتصير n into n minus 1 into n minus 2 factorial. يعني انا ما بكفي n minus 2 n minus 3 بقعد بكتب فيهم ما بخلص لحد ما توصل لعند 3 times 2، خلص بكتب n minus 2 factorial على 2 factorial. 2 factorial هي 2 times 1 اللي هي 2 times n minus 2 factorial. هيدي كلها equal ل 10. طيب شو صار عندي انا هون؟ صار عندي انه هاي وهاي cancelled مع بعض. بس شو صار في عندي؟ صار في عندي n into n minus 1 over 2 equal 10. وهيدي بتعطينا انه n square minus n equal 20. بعمل cross multiply دغري وبعمل simplify مرة واحدة، فبتعطيني n square minus n minus 20 equal 0. وهيك بروح بطلع 2 answers. okay؟ خلينا نجيب على الكالكوليتر، كمان استعملوا الكالكوليتر. بالكالكوليتر رح اكتب mod 5-3، كلنا بنعرف من البكالوريا يعني كيف نطلع فبتمنى انه كلنا نستعمل الكالكوليتر يلي هي نكتب mod 5-3. هيك الكالكوليتر العاديه انا هون عم بعملها على الكالكوليتر هلا عشان هيك عم باخد وقت. 1 و minus 1 و minus 20 بنشوف الانسرز شو بيطلع. minus 4 و 5، فاذا هون طلع لي 2 انسرز. n equal رح اكتبهم هون، n equal minus 4 و n equal 5. طيب هلا مش معناتها انه اثنيناتهم هن صح، في منهم شيء accepted وفي منهم شيء rejected. اكيد لان equal minus 4 هي rejected answer. ليه rejected؟ لانه انا عندي بالcombination ممنوع تكون negative، بدها تكون positive. فاذا وهيدا هو accepted answer. فاذا طلع 5، يعني جربوها انتم على الكالكوليتر، حطوا c2 out of 5، يعني حطوا 5 c2 على الكالكوليتر، بتطلع معنا انه هي equal ل 10. بس حطوا minus 4 c2، رح جربها كمان قدامكم هون على الكالكوليتر عندي، وانتم كمان جربوها، حطوا minus 4 shift divide 2، بتعطيكم error.
لازم تعطيكم ايرور، ما بعرف. اوكي هلا المهم انه اللي انا بعرفه انه minus 4 rejected، يعني ما فيك انت تختار 2 out of minus 4 numbers. يمكن بالكالكوليشن ما بعرف، يمكن بالكالكوليتر بعض الكالكوليتر بيعطوكم answer ما بعرف، بس هون نحن عنا عم نحكي على n اللي هي positive integer. اوكي positive integer يعني من 1 وطالع، ممنوع تكون 0، ما فيك تختار 2 من 0 كيف، او ما فيك تختار. بعدين في شغله ثانيه انه اللي فوق هيدا لازم يكون less than this one، فكيف انت minus 4 هون، فعشان هيك هيدا الانسر rejected. اوكي يعني دائما counting probability ممنوع يكون في negative، انا بختار من negative numbers. Number 7 there are 15 seats on a bus. هون بكون تركزوا لي وتفتحوا لي مخكم شوي. 15 seats on a bus، في عندي باص فيه 15 seats تمام. 6 persons took the bus، بس 6 قعدوا بالباص ما في غيره. اوكي in how many different ways can these six persons sit؟ بس عم يحكي على how the six persons، يعني وكأنه بطريقة تانية. هلا ما حدا يقول لي والله في الشوفير وفي حد الشوفير ما بعرف شو حاطط وشو عامل وهالاشياء. انا في عندي 15 seats. how the 15 seats وانا في عندي 6 persons. Okay. How the six persons راح احط راح اسميهم انا A و B و C و D و E و F. راح اسميهم هيك. هن different persons اكيد ما في اثنين persons identical different. Okay. How the six persons بدهم يقعدوا هون بال 15 seats. Okay. يعني كل واحد بده يقعد بمحل. In how many ways can we arrange them؟ Okay. طيب اول شيء نحن هون عم نحكي على arrangement، ما عم نحكي على combination اكيد، عم نحكي على arrangement. ليه؟ لانه الاوردر counts، بدي احط هون order counts. كيف يعني؟ يعني اذا قعدوا A B C D E F هيك ورا بعض، غير ما يقعدوا A B C D F E. شفتوا؟ هون في فرق، يعني في هذا وهذا بيفرقوا عن بعض، هذا وهذا في عندكم هون وهون بيفرقوا عن بعض، يعني حطيت اي اف. او مثلا ممكن يكونوا هيك مثلا A C B D E F. اوكي اوردر كامس، يعني كل ما غيرت الاوردر كل ما هي كامس. تذكروا اول اكزامبل اخذناه ببارت 1، اذا حدا حضر البارت 1 مفروض اكيد، يعني اذا عم تشوفوا الاكسرسايز ما حاضرين الفيديو تبع اللكتشر انسى الموضوع، ارجع لللكتشر شوفها كلها 45 minutes فهمها وعاودت على الاكسرسايزز تمام. طيب فاذا order counts. اوكي طيب هل هي with repetition او without repetition؟ هون كمان السؤال، هون اكيد without repetition. ليه؟ لانه ما في شخصين، ما في AA يقعد كيف هيك، يعني انه واحد يقعد هون وهونيك بنفس الوقت. فاذا هون without repetition. Okay, without repetition. Okay, تمام. طيب بما انه without repetition order counts، يعني هي arrangement بدنا نحلها على ال A. فإذا أنا عم أقول هون A 6 out of 15 وبحلها عادي وبتطلع على الكالكوليتر دغري، يعني حطها على الكالكوليتر بتطلع ما بدها شيء. Okay, حطها على الكالكوليتر لحالها بتطلع. هلا في الطرق اللي أخذناها كمان، فينا نستعمل الكالكوليتر أو فينا نستعمل الطريقة اللي هي دغري، يلي هي 15 times 14 times 13 times 12 check times يعني 6 persons 1 2 3 4 بس هاي هي. اوكي هاي هي بس. اوكي هلا اذا بدنا نفسرها هيدا هو الانسر بيطلع، وانتم بتطلعوا الانسر وبتجيبوه بيطلع الانسر بالثاوزندز، بيطلع كتير. خليني اجيبه على الكالكوليتر وحطه هون الانسر لفرجيكم قد ايه. على الكالكوليتر نحن بنكتب 15 شيفت تايمز 6، مش شيفت ديفايد، شيفت ديفايد للكومباينيشن. هون ارينجمنت بنكتب شيفت تايمز في فوقها هيك ان بي ار بي، وارينجمنت هي زيتا، بيطلع 360 3600. هيدا هو الانسر 360 3600، يعني 3,603,600. بهودي الطرق هودي بيتوزعوا، شايفين كم طريقة؟ 6 مليون
منه 3 مليون، يعني 3 مليون اند هاف تقريبا، كثير يعني، كثير تو ماتش. اوكي، بس هيدي هي الطريقه اللي فينا نوزع فيها هاو ب بهاو دي البليسز. اوكي تمام. طيب نمبر 9، شايفين انه اكسرسايز 7 اكسرسايز 9 مثلا، ممكن يكون ال 8 منه كثير مهم، نفوت بال 9 دغري. How many possible choices are there in the national lotto؟ هاي تعطيت عليها example انا باللكتشر كمان، وبدي ارجع احكيها مره ثانيه. بالناشونال لوتو انا شو عندي؟ عندي 42 بولز، يعني عندي بولز مرقمين من 1 to 42. اذا بتعدوهم لهودي بيطلعوا 42 بولز. اوكي، من 1 ل 42 ما في زيرو، في 1 لعند 42. كل نمبر ما في ريبت، ما في يعني نمبر مكرر اكثر من مره، فاذا هيدي بتساعدنا كثير. طيب هاو ماني بوسيبل تشويسز، اول شيء نحن اذا ما حدا ما بيعرف اللوتو اللبناني، اللي هو تروح انت بتكس ست ارقام، واحد بيقول لك تكست ست ارقام، اوكي عملت انا 6 نمبر ست ارقام، وممكن اربح ممكن ما اربح، بجرب حظي بشوف. هلا عداك عن الحظ وعن التشويس وقد ايه نسبة هيدي بتاخذها من البروبابيلتي بعدين، هون عم يسالنا هاو ماني بوسيبل تشويسز، كم تشويسز في عندنا. طيب انت في عندك 42 بولز، من هودي ال 42 بولز انت عم تاخذ منهم 6 بولز. طيب how the six balls. اوكي هلا شروط اللوتو شو هن؟ انه order doesn't count. order doesn't count، ما بيأثر. اوكي و no repetition. شو يعني no repetition؟ شو يعني؟ يعني combination أكيد. فبدنا بدنا نحلها على combination. فإذا combination أنا عم باخذهم as combination مش as arrangement، as combination. هلا لو الأوردر counts مثل يا نصيب الوطن اللبناني بحلها على arrangement، هلا عم بدي حلها على combination. يعني أنت عم تختار C6 out of 42. فإذا C6 out of 42، خلينا نشوف النمبر. بنكتب على الكالكوليتر 42 shift divide، لأنه combination 6 إني 6 numbers، فبيطلع النمبر 5,245,786. هيدا هو النمبر of combinations للوتو اللبناني. اوكي للوتو اللبناني. يعني بطريقة تانية، إذا واحد بده يربحها certain على الأكيد، إذا واحد بده يربحها على الأكيد، يعني بده يختار ورقة ما بده تخسر. اوكي فهو حب يختار إنه 5 مليون، بده يختار 5,245,786 choices أو بنكمل ب number 11. In an aquarium there are 3 red fish، تركزوا معي كتير منيح، 2 black fish and 1 silver fish. فإذا بدنا نكتبهم بطريقة، بنكتبهم مثلا نحن red red red، 3 red fish أكيد كل واحدة غير الثانية، 2 black fish، فإذا black black يعني نفس الكالر بس كل واحدة غير الثانية، 1 silver. اوكي فعددهم كلهم على بعضهم هن 1 2 3 4 5 6 6. اوكي we remove simultaneously، بس نقول simultaneously يعني نحن عم نحكي على combination. اوكي combination بس يقول لي simultaneously يعني الاوردر doesn't count. اوكي order doesn't count، بس يكون الاوردر doesn't count نحن عم نحكي على combination. هلا اكيد without repetition، يعني ما في انا اختار مثلا 3 من هودي اوكي وتكون وحده هي ذاتها مرتين. اوكي ما فينا. هلا بنشرح لكم ليه. And randomly okay 3 fish، يعني اخذنا 3 fish من اصل 6، يعني how the 6 اخذنا منهم قد ايه؟ اخذنا منهم 3 fish، 1 2 3 اخذنا منهم 3 fish. اوكي يمكن تكون هيدي اللي جوا ار بلاك سيلفر، يمكن تكون ريد سيلفر. اوكي هلا بنشرح لك. اوكي ولا بدي لكم كمان نوت كتير 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 مهمة هون. تمام طيب فإذا C6
أو C3 out of 6. إذا بنحسب C3 out of 6 على كالكوليتر بتطلع، خلينا نحسبها على الكالكوليتر، خلينا نحسبها على الكالكوليتر. بعرف شو هي الأسئلة اللي عم بتدور براسكم هلأ، بس خليني أول شيء أحسبها على الكالكوليتر، نرجع نعطيكم الريماركس 20. أوكي، هلا من ضمن هودي 20، يعني انا عندي 20 طريقه لحتى اخذ فيهم هودي الفيش simultaneously. طيب هلا من هودي الطرق، من هودي الطرق يمكن يطلع عندي مثلا، يمكن يطلع عندي red red red، يمكن يكونوا red red black، يمكن يكونوا red red silver and 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 so on 20. طيب بيجي واحد بيقول لي طب انت قلت لي انه هون no repetition، يعني نحن عادة combination متعودين عليها انه no repetition. no repetition شو يعني؟ يعني نفس الشخص ما في ياخده مرتين. اوكي؟ نفس الشخص ما في ياخده مرتين، هيدي معناتها no repetition، نفس النمبر ما في ياخده مرتين، نفس هذا ما في. اوكي؟ بس هون شو في عندي؟ في عندي red red red. طب يجي واحد بيقول لي طب ما انت قلت لي no repetition، كيف عم يطلع عندك red red red؟ حبيبي عيني هيدي فش، وهيدي فش تاني، وهيدي فش تالتي. اوكي؟ كل واحدة غير التاني، بيولوجيكالي كل واحدة غير التاني. يعني مثلا إذا أنت قلت لي والله أنا بدي أختار ثلاث أشخاص من كلاس أخذهم معي رحلة، مثلا نروح نروح مثلا على على شي محل معين، أوكي؟ مثلا على شي معرض الكتاب أو شي محل هيك علمي مثلا، أو نشرب قهوة يا أخي، أوكي؟ طيب بيجي انا باخذ ثلاثه سيمالتني وصلي هيك بقول لهم انتوا ثلاثه تعوا، يعني بحط ايدي على الليسته ثلاثه تعوا لعندي. اوكي، مثلا طلعوا ثلاثه اسمهم محمد، طب عيد هذا الشيء غلط؟ لا اكيد لا. اوكي، نو ريبيتيشن يعني انا ما في اختار محمد ومحمد مرتين، يعني يعني نفس الشخص عم بحكي، بس اذا ثلاث اشخاص اسمهم محمد، اوكي، واحد اسمر واحد اشعر واحد طويل واحد قصير، كل واحد غير الثاني، بس ثلاثتهم اسمهم محمد، واتس ذا بروبلم؟ اذا انا اخترت ثلاثه اسمهم محمد عادي، ثلاثه اسمهم شو ما كان عادي. اوكي، طيب اذا انا اخترت والله هودي الفش رد ورد ورد، اوكي، رد فش رد فش رد فش، هيدي الرد غير هيدي الرد، وهيدي الرد غير هيدي الرد. اوكي، طيب يعني فيك تقول لي انت والله انا بدي احطهم R1 وR2 وR3، اوكي في اعملهم مثل ما انت بدك. اوكي، مهم يكونوا رد فش، في يكونوا من اصناف مختلفين، في هن يكونوا من من بي وام مختلفين، بيولوجيكالي هن مش ذا سيم اكيد، فهيدي معناتها نو ريبيتيشن. اوكي، فاذا في هن يكونوا ثلاثه رد، اوكي، بس هيدي مش معناتها ريبيتيشن، هيدي نو ريبيتيشن، بعدنا نحن ربط نو ريبيتيشن بعدنا كومباينيشن. اوكي، اوكي، يعني مثلا هيدي يمكن تكون R1 وR2 وR3، لاشرحها بالتفصيل بعد زياده. اوكي، انا ما في ولا مره بيكون عندي احتمال عندي الرد 1 والرد 1 والرد 2 هيك، هيدا احتمال غلط. اوكي، لانه انا عم بحكي نو ريبيتيشن، بس فيهم يكونوا رد 1 رد 2 رد 3، فيهم يكونوا رد رد رد. هلا هون بالسؤال اكيد مش راح نسميهم نحن رد 1 رد 2 رد 3، بس عم بحكي للتفسير مش اكثر. اوكي، فاذا رد 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 هيدا احتمال هو وارد وممكن يجي، ولكن نو ريبيتيشن انا مش عم كررهم، ولكن هود الثلاثه رد هن مختلفين، مثل الثلاثه اللي اسمهم محمد او الثلاثه اللي اسمهم طوني او الثلاثه اللي اسمهم شو ما كان. اوكي، طيب فاذا هيدا بنحله على كومباينيشن. اني واي نحن مش هيدي، بس يجينا سؤال سيمالتينيوسلي يعني كومباينيشن، ما في مجال ما عاد تناقش وبنحله هيك. هيدا التوتال اوف اوتكمز، اوتكمز يعني الاحتمالات، هيدا اوتكم هيدا اوتكم هيدا اوتكم، في عندي 20 واحد، اذا بدي اقعد عدهم بعد 20 واحد بقعد فيهم شيء 5 دقائق يمكن، بس اذا كانوا اكثر بقعد فيهم ساعتين او 3 ايام مثلا، بس نحن ما بدنا نعد، نحن بدنا نحسب C3 out of 6 بيطلعوا 20. اوكي، هلا على اللوتو، على اللوتو. طيب بيجي واحد بتابع لوتو كل يوم، بروح بيسحب لوتو، بيقول لي والله انا عم شوفهم على التلفزيون انه هن سكسسيف، انه بيطلع اول واحد بيرجع بيطلع ثاني واحد بيرجع بيطلع ثالث واحد. طب انت عم تقول لي سكسسيف، طب كيف حتحل على كومباينيشن وانت عم تاخذهم سكسسيف؟ احنا تعودنا انه سكسسيف يعني ارينجمنت، صح؟ طيب وسيمالتينيوسلي يعني كومباينيشن، هيدي متفقين عليها من الاول، ولكن هيدا السؤال، هيدا السؤال الاوردر دازنت كاونت. اوكي، order doesn't count، يعني انا ما عرفت اذا simultaneously والله والله انا ما اشتغلت عليها as simultaneously والله as successive، انا عم عندي طريقتين لحتى اعرف اذا arrangement او combination. اول شيء من الحكي successively يعني arrangement،
simultaneously يعني simultaneously يعني combination. هودي اكيد معروفين. Okay. بس هيدا السؤال ما قال لي successively ولا شو اسمه ولا simultaneously. بس انا اللي بعرفه انه الاوردر doesn't count. Order doesn't count. Okay. ونو ريبيتيشن فصارت كومباينيشن خلص خلصنا. Okay. بهودي التنتين بدلوني انه no combination. يعني ما في arrangement هون. Order doesn't count, no repetition. أنا بعرف اللوتو اللبناني على طول بسحب ورق بس ما بربح لأنه لو ربحت ما بعرف شو كنت هلا تلاقوني أبصر وين. Order doesn't count و no repetition. Okay? Order doesn't count و no repetition. هودي بدي عم عيدوا كثير لحتى نحفظهم فإذا هون combination بدي حل على combination أكيد. Okay? طيب هات لنشوف سؤال ثاني. 5 boys and 6 girls ها خلينا نحطهم. 5 boys and 6 girls. Want to form a volleyball team. The number of players of this team is 6. فهولي قد ايه عددهم كلهم؟ عددهم كلهم 11. فإذا خليني أحطها هون. التوتال هو 11 people. 11 11 شخص. هودي ال 11 شخص هن مقسمين لخمسة boys و 6 girls. اوكي؟ طيب. عندنا the number of players in a football team game is 6. ف How many possible teams can be formed? يعني من هودي ال 11 شخص انا بدي اخذ 6. طيب هون ما قال لي simultaneously او ما قال لي انه الكوتش عم ياخذ simultaneously 6 بس انا هون مفروض لحالي اعرف انه لما انا عم باخذ 6 من اصل 11 واحد اوكي مثلا خليني اقول هون في عندي 1 2 3 4 5 هون عندي 6 7 8 9 10 11 مثلا انا عم باخذ 6 اشخاص من هون فهون أنا لحالي لازم أعرف إنه الـ order doesn't count. Order doesn't count. هودي الأسئلة بتتعودوا عليهم بعدين لحالكم بس تحلوا كتير. بدي أخذ أنا تيم 6 من أصل 11 فالـ order doesn't count. يعني ما بيأثر إذا أنا أخذت هيدا بالأول ولا هيدا بالأول. أنا لما بتطلع بالتيم بتطلع فيه as a team. فلان وفلان وفلان وفلاني 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 6 اشخاص اوكي يعني انت عم تحضر فوتبول بتشوف والله 11 لاعب مثلا او فريق من 6 اشخاص بلعبه معينه مثلا باسكتبول او حيلا شيء فانت بتشوف 6 ما بتشوف انه هيدا بالاول ولا هيدا الثاني او هيدا بالثاني ولا هيدا بالاول واكيد اكيد اكيد نو ريبيتيشن انا ما في اختار No repetition. ما في يختار نفس الشخص مرتين يعني ما في والله ميسي وميسي كومبي مع برشلونة أو ما بعرف مع مين. Okay. ما في شخص واحد. Okay. بس هون شو بستنتج هون بستنتج إنه combination. جانا نفس الايديا عرفتوا كيف combination. فإذا order doesn't count no repetition اعطتني combination. مش ضروري أنا اعتمد على simultaneously أو مش simultaneously. هلا إذا قال لي simultaneously بوفر علي هودي ودغري بقول أنا combination. إذا ما قال لي أنا بدي أقعد أشتغل بالسؤال شوي شوي وبدي حلل إذا عندي combination ولا لا بس هيك أسئلة بتكون combination عادة لأنه ما عم يختارهم successively والorder doesn't count ما عم بيقول لي والله هودي بدي رتبهم بالباص مثل قبل شوي بدي بكم طريقة فيه قاعدهم هو قال لي كم teams فيه أخد okay. team شو ما كان يكون البنت بالأول والصبي بالآخر أو البنت بالآخر والصبي يعني ما بتفرق فإذا combination فأنا بدي أقول C كم واحد بدي اختار 6 out of a day out of 11 يلا بحسب C 6 out of 11 كم تيم بيطلع عندي على الكالكوليتور دغري بيطلع عندنا C 6 فبنكتب أول شيء 11 shift divide انتبهوا ما تغلطوا 6 فبيطلع C6 out of 11 is 11 C6 بيطلع عندي 462 وهيدا 462 numbers يعني 462 possible teams معقولة؟ ايه معقولة لانه انا عندي 11 وعندي هون 6 فإذا C6 11 C6 بيطلع 462 ان شاء الله بكون عم غلط بالكالكوليشن number 2 لاحظوا شو بنمبر 2 عم بيقول لي how many teams having two boys and four girls بالاول ما سألني يعني احتمال انه هودي يكونوا
بوي 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 بوي، احتمال يكونوا كلهم girls، احتمال يكونوا في كتير احتمالات. okay؟ يعني أنا بالأول عندي five boys، يعني عندي boy 2 3 4 5 6، وعندي 6 عفوا 5، وعندي 6 girls. okay؟ عندنا 6 girls، يعني girl 2 3 4 5 6، 6 girls. تمام؟ طيب 5 boys و 6 girls هودي كلهم مع بعضهم، أنا بدي أختار منهم 6. أكيد مثل ما حكينا combination simultaneously، فاحتمال يكون من هودي التيم يكونوا كلهم boys، احتمال يكونوا كلهم girls، احتمال يكون عندي 2 boys و 3 girls. بس شو، بس بطريقة إنه هيدا البوي غير هيدا البوي، أكيد غير هيدا البوي، مثل ما حكينا عن الفش قبل شوي، غير هيدا البوي غير هيدا البوي، ونفس الشيء هوديكي هيدي الجيرل غير هيدي الجيرل، جيرلز غير بعض، البويز غير بعض. اوكي، هن كلهم صبيان بس كل واحد غير الثاني اكيد. How many teams I can have or having two boys and four girls؟ فإذا بالثاني نمبر أو واحد دد لي عم بيقول لي بس أنا بدي تيم فيه اثنين بويز وفيه اثنين جيرلز، كم تيم فيه آخد؟ أوكي، طالما أنا عم بحكي على combination فهون شو بقول؟ C 2 out of، مش أنا بدي آخد اثنين بويز، كم بويز فيه؟ في 5 بويز، فأنا بدي آخد C 2 out of 5، بدي أعمل combination لاثنين out of 5 times 4 girls out of 6، يعني C4 out of 6. اوكي، هون دخلت العملية تعقدت شوي بس نتعود عليها. ليه انا قلت times؟ لانه انا عندي and. اوكي، هلا هيدي بالبروبابيليتي مش راح اكتر، بس هيدي حتمرق معنا هلا انه ليش انا عملت هيك. لانه انا عندي بدي اخذ 2 out of 5، يعني C2 out of 5 لحالها قد ايه بتطلع؟ خليني احطها 5C2، بيطلعوا 10. يعني انا اذا عندي بس 2 بويز بيطلعوا 10، يعني عندي 10 احتمالات انه يطلع عندي، او 10 تشويسز لحتى يطلع عندي 2 بويز، ولكن عندي كمان 4 out of 6، 4 out of 6، فاذا 6C4 فبيطلعوا 15، يعني عندي 15 احتمال ليطلعوا، يعني 10 تشويسز ليطلعوا بويز، 15 choices ليطلعوا girls، ليمكن ليطلعوا 4 girls بس، لأنه هو قال لي هيدا التيم بدي إياه أنا 4 girls. أوكي، فإذا 10 times 15 بيطلع عندي 150، وأكيد هون النمبر حيطلع أصغر من هيدا النمبر، هيدا النمبر هو التوتال، ما فرقت معه إذا boys كلهم ولا girls كلهم ولا مدري شو. أوكي، هلا هيدا ال 150 هو أصغر من هيدا بكتير. ليه؟ لأنه هيدا we crossed out انه يطلعوا 5 girls، we crossed out انه يطلعوا 5 boys وواحد girl او 6 girls، انا بس بدي 2 boys و4 girls طلعوا 150. اوكي، فاذا هيك بنحل هيدا السؤال، هيك بنحل هيدا السؤال. بنروح على اللي بعده يلي هو نمبر 14. بنمبر 14 هلا بلشنا نفوت لبقولوا نقرب شوي شوي من البروبابيليتي، لانه هيك اسئله تقريبا البروبابيليتي بتيجي، ولكن هونيك البروبابيليتي احتمال. هلا نحن بعدنا كاونتنج. ان ايرن كونتينز 9 نمبرز او 9 نمبرد بولز فروم 1 تيل 9، من 1 ل 9، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 3 بولز ار درون سكسسيفلي، انتبهوا كثير منيح، يعني ارينجمنت خلص قال لي successively دغري بحط A arrangement. هلا arrangement في with replacement في without replacement، ما بعرف انا عندي نوعين، عندي with arrangement with عفوا repetition without repetition. طيب انا عم باخذ 3 balls successively، كيف يعني 3 balls successively؟ يعني عم باخذهم وحده وحده، اخذت وحده with replacement مش مع بعضهم، مش والله مدت ايدي على كيس الام اند امز واخذت 5 مع بعض او اخذت 3 مع بعض. اوكي، افترضوا انه هيدا كيس ام اند امز وانا عم باخذ سكسسيفلي، يعني مثل واحد قاعد هيك عم يتسلى، اخذ وحده حطها بتمه، رجع اخذ الثانيه، رجع اخذ الثالثه. اوكي، هلا او اخذ وحده ورجعها، رجع اخذ وحده ثانيه ورجعها، حسب عم يتسلى عم بنقي منهم، اذا طلعت حمراء برجعها، بدي صياع صفراء، بتصير عاده، يعني شوف الولد الصغير والله مثلا بشيل حبه تشيبس بتطلع فيها ما بتعجبه، برجعها برجع باخذ وحده ثانيه، يمكن تطلع هي ذاتها اللي بده يرجع يمد ايده ياخذها، يمكن تطلع واحده ثانيه. هذا اللي هلا بدنا نعمله نحن، لعبه الولد الصغير يلي مش عارف حاله شو بده.
Okay. فإذا عم ناخد successively عم ناخد واحدة ورا واحدة. With replacement. With replacement. شو يعني؟ يعني عم باخد واحدة وعم برجع برجعها. عم برجع باخد واحدة. يمكن تطلع هي ذاتها. يمكن ما تطلع هي ذاتها. It depends. Okay. طيب. The number of the number of the drawn ball is written. انتبهوا كتير منيح. يعني هون فهمت اللعبة أنا. أخذت واحدة. رجعتها. وأخذت واحدة تانية. اوكي خليني ارسم هون ارن. الارن هي بتكون عادة هيك جرة يعني. اوكي وخليني احط هون مثلا let's say مش راح احط 9 numbers بس بدي احط هيك مثلا هون عندي number 1 مثلا برجع بحط والله مثلا number 2 وهكذا number 3 number 4 number 5 and so on. اوكي هلا أنا كيف عم بعمل هون؟ عم باخد successively يعني عم باخد واحد ورا واحد عم باخده عم طلعه من الـ عم باخده لعندي عائدي. أوكي؟ هلا قال لي with replacement أخذته طلع number one يمكن رجعته جيت أخذت واحد تاني هلا يمكن لما مد إيدي مرة تانية آخذ نفس النمبر أو يمكن لما مد إيدي مرة تانية آخذ نمبر تاني و3 و4 ونفس الشيء بصير معهم كله. أوكي؟ إذا هون أنا with replacement يعني أخذته ما بعرف شو عملت فيه، طلعت فيه هيك، ما عجبني، رجعته. رجع بدي مد ايدي مره راندوملي واخذ واحد ثاني، يمكن يطلع هو ذاته يمكن لا. هيدي معناتها with replacement. يعني بالاخير with replacement يعني with repetition. With repetition. ممكن يكون ممكن يكون مرة تانية يمكن هو ذاته النمبر 1 يجي لعندي عائدي مرة تانية عود رشه عود اخذ يمكن يطلع هو ذاته كمان. اوكي طيب كم مرة بدي اخذ خليني اشوف. The numbers of the number of the drawn ball is written and the result is a number made of 3 digits. طيب هو قال لي 3 balls انا عم باخذ 3 balls واحدة وعم برجع اثنين وعم برجع ثلاثة وعم برجع ثالثة واحدة وعم برجع يمكن يطلع 1 1 1 يعني يمكن ال 1 يطلع لي ثلاث مرات انا شو بعرف يمكن يطلع 2 2 2 يمكن يطلع 1 1 2 ما بعرف. اوكي وات از ذا نمبر اوف بوسيبل ريزلتس. اوكي فاذا هون شوف عندي انا arrangement with repetition. فاذا بنمبر 1 انا عندي قاعده بتقول لي اذا كان في عندك arrangement with repetition بتحل على n power p. شو هي ال n؟ كم بول هن التوتال؟ 9 او كم نمبر هن 9 9 numbers. باور بي كم مرة أنا عم باخد 3 فإذا 9 باور 3 إذا خلينا نحط 9 باور 3 9 هاي بتحسبها عادي 9 باور 3 ما بتحسبها لا A ولا ما بعرف شو 7 to 9 فإذا 729 numbers choices results أي شيء outcomes كلهم له نفس المعنى أو outcomes ماشي 2 بتقول شو عم بيقول لي؟ عم بيقول لي 3 balls are drawn successively يعني كمان arrangement ولكن without replacement يعني انا لما اخذت لها اوكي يعني انا لما اخذت لهيدي النمبر اخذته outside the R عفوا اوكي لما اخذته لهيدي النمبر outside ما بعرف ما رجعته جيت اخذت واحد تاني يعني مستحيل يطلع هو ذاته لانه انا اخذته زطيته برا ما عاد يطلع يعني انا اخذت ال1 برا شو بقي جوا؟ 2 لعند ال9 اخذت ال2 شو بقي جوا؟ بقي جوا ال3 لعند ال9 او اخذت النمبر 9 بقيوا البقايا اوكي فاذا اخذته ما رجعته يعني ما عم رجع شيء لبرا انا اخذته طلعه اوكي فاذا هون arrangement ولكن شو without replacement يعني without repetition. فإذا without repetition what is the number of the possible outcomes أنا بدي حلو على arrangement without repetition شو هو arrangement without repetition A 3 out of 9 فإذا وانا بحل على الكالكوليتر بحط أنا 9 shift times مش shift divide بيطلع 504 طبيعي يطلع number تبعهم results طبيعي يطلع 504 هون قد ايه 709 طبيعي يطلعوا اقل طبيعي يطلعوا اقل
لأنه هون في عندي repetition، هون في عندي without repetition، يعني النمبر مستحيل يتكرر مرة تانية. ثلاثة. Three balls are drawn together. شو يعني together؟ يعني simultaneously. Simultaneously. N-E-O-U-S-L-Y. Simultaneously. Thus obtaining a subset B of A. يعني عم ناخد only subset. يعني بس يقول لي together أو simultaneously. يعني أنا بدي أشتغل على combination. بدي أشتغل على C. على الكومباينيشن. شو بتقول لي هون؟ بتقول لي انت كومباينيشن. طيب اوكي، فبنقول هون كومباينيشن what is the number of the possible results. فاذا كومباينيشن 3 out of 9، يعني هون اخذوا simultaneously، مدت ايدي انا واخذت 3 مع بعض، اوكي اخذت 2 مع بعض، اوكي فاذا simultaneously، فاذا هيك c 3 out of 9، فبحط انا 9 c 3. هون بدي اسال سؤال بدي جاوب حالي انه نمبر تتوقع انه يطلع اقل. يا رب اللي يكون عم يحضر يقول لي ايه، لانه ايه هي صح، نمبر حيطلع اقل. ليه حيطلع اقل؟ لانه انا في كتير تشويسز كنسلتها من هون. شو هن اللي كروس، شو هن التشويسز اللي قيمتهم؟ هن اللي فيهم ريبيتيشن، هن اللي فيهم 111، وهن اللي فيهم 112، وهن اللي فيهم 113 و999. تخيلوا قد ايه هن كتار، كتار كتير اللي فيهم with repetition. هون without repetition طلعوا 84 بس. اذا هيدي هي combination يعني without repetition، فاذا اخذناهم 84 only. تمام؟ يلا ان شاء الله يكون تمام. بتروح على exercise بعده. exercise هون عم بيقول لي the total number of the students in a class is 19 عفوا، بلشنا نغلط. 19. 12 are day scholars and 7 are boarders. فإذا عندي أنا total 19، 12 هني day scholars و 7 are boarders، يعني نوعين. The mathematics teacher wants to form a group of 3 students. قلنا نحن هيدا النوع من الأسئلة هو شو بيكون؟ بيكون combination، اللي يعني هو بده ياخذ 3. هلا بغض النظر إذا كان هيدا أول شيء وفلان تاني شيء، أو فلان بعدين فلان، ما بيأثر. Chosen by him. هو بينقي هون. Find how many groups can the teacher choose. قديه هو بيختار. فإذا هون combination C. قديه بدنا نختار نحن؟ 3. Out of the total. ما قال لي والله إذا صبيان والله بنات. قال لي بدي اختار 3. بس. هيدي. 3. هيا. هو بدي اختار 3 students. How many groups can the teacher do? The teacher can take C3 out of 19. نحسبها على الكالكوليتر. فإذا 19 shift divide 3 شو بيطلعوا؟ بيطلعوا 969. هودي هن. Okay. 2. How many groups can be formed by 3 borders? يعني أنا هيدي الجروب اللي بدي أخذها بس بدي فيها يكون 3 borders. يعني بس بدي يكون فيها borders. يعني أنا بدي اختار أصلاً 3، وهودي 3 هن كلهم على بعضهم borders، يعني بس من هاو. فإذا C3 out of 7 بس. يعني بكم طريقة أنت فيك تختار borders؟ فأنت بتختار C3 out of 7، فإذا 7 C3 35، يعني ب 35 طرق، 35 ways teams. في تحط هون teams مثلاً، هون teams نفس الشيء. 3. How many groups or groups? How many groups can be formed by 2 day scholars and 1 boarder? 2 day scholars and 1 boarder. فإذا أنا بدي هيدي التيم شو يكون فيها؟ يكون فيها يعني هون هن تيم هن of 3 3. بدي يكون فيها 2 day scholars، خليني اسميهم day مثلا، وثالث واحد بدي يكون boarder. اوكي ثالث واحد بده يكون بوردر. هلا ما بتفرق اذا كان دي بي دي او بي دي دي او مثلا هيك، بس مهم انه يكون فيهم 2 داي وواحد بوردر. اوكي طيب 2 داي سكولرز يعني سي 2 اوت اوف 12 تايمز مثل السؤال اللي اخذناه قبل شوي. واحد بده يكون بوردر، بس واحد بوردر. واحد بوردر يعني سي 1 out of 7، وهيدي بنحسبها على الكالكوليتر بتطلع 12 C
to 66 times 7. ما هي سي 1 out of 7 بتطلع 7. Okay. فإذا أنت شو عندك 66 times 7 فبيطلع 462. يعني أنت في عندك 462 طرق أقل من التوتال. أكيد لأن هون ما فرقت معي إذا كلهم day scholars أو كلهم 7 borders، بس مهم إنه هون بيطلع عندي 2 day scholars وواحد border. فإذا هاي هي الطريقة ومش الحال. تمام؟ يلا بنروح على اللي بعده 18 using each letter once، يعني no repetition. ها دغري بتبين، يعني دغري بتبين ما بعرف ليه. عرفتوا هلا انتوا على العاده بتصير بين معكم دغري. How many 7 letter words can be formed with the letters of the word gestion, gestition. تمام. اوكي اذا بنلاحظ هون انه هو قال لي how many 7 letter words can be formed with the letter gestion. طيب كم letter هن كلهم على بعضهم؟ 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7. هن اصلا 7، يعني هن على بعض الكلمه 7 letters. يعني هون وكانه عم بيقول لي arrangement without repetition، ولكن 7 من 7. يعني اذا بتتذكروها لما اخذناها من قبل هي permutation، يعني هي permutation P7. اوكي P7 يعني هي كانت هيك. تمام. فخليني اطلع لكم هذيك الثانيه. عارف اذا بتبين هون. هيت لازم تبين هيت permutation. شايفينها permutation، يعني وكأنه عم بيقول لي an out of n. فأخذنا هيدي الكلمة الميزون إذا بنتذكرها بالإكزامبل الماضي، وقلنا هون إنه the number of permutations، يعني بكم طريقة أنا فيي أعمل لهم permutation، بكم طريقة أنا فيي أقلبهم لهاو، ففيي أقلبهم ب P6 يعني 6 factorial. هلا أوكي هلا هي كانت P6، هلا إحنا اللي عم ناخده هون إنه كم لتر أنا في عندي، كم لتر بهيدي في عندي 7، فإذا 7 factorial خلصت السيري بس هيدي هي. فإذا 7 factorial وبنحسبها على الكالكوليتر 7 factorial. اوكي هلا على الكالكوليتر عندكم فتشوا على اللتر factorial بيطلع فوق اللوج، بعتقد فوق اللوج هو مكتوب عليه x power minus 1. فوق اللوج في فاكتوريال، في كلمة فاكتوريال، في كبسة عليها فوقها كلمة فاكتوريال، فتشوا عليها بالكالكوليتر بتلاقوها، يعني منا صعب تلاقوها. فإذا 5040، فإذا أنا في جمعهم ب 5040. إذا بتتذكروا من الليكتشر البارت 1 أخذنا كمان examples إذا كانوا والله فيهم I أو N مثلا، فيهم 2 letters كيف بنحلها؟ بنحطها على 2 factorial. okay. بس هون كلهم different فمش بحاجة، خلاص 7 factorial وبنوقف بس هيدي هي. okay. Among these words، من هودي ال words، how many end by a vowel؟ how many end by a vowel؟ شو هن ال vowel letters اللي موجودين بهيدي الكلمة؟ هن ال E وال I. يعني أنا بدي أختار فيها 7 letters، 1 2 3 4 5 6 7، هن 7 letters أنا عم بدلهم ب 5040 طرق يعني. okay. so أنا بدي أختار هون how many end by a vowel، يعني أنا بدي آخر واحد يكون vowel. طيب شو هن ال vowels اللي عندي إياهم؟ يا E يا I. يعني أنا فيي أختار E والبقايا هول يكونوا عادي، شو ما كانوا يكونوا ما بيأثر، أو دي كلهم يكونوا عادي، أو في احتمال تاني إنه يطلع عندي كلمة تانية ولكن فيها آخر شيء I واللي ورا يكونوا شو ما كانوا يكونوا. أوكي؟ طيب، فإذا يعني وكأنه عم يسألني إنه أنا بدي أعمل فيكس للإي وبدل هاو. بكم طريقة أنا في بدل هودي؟ طيب هودي هن different colors، كم واحد هن هاو؟ 1 2 3 4 5 6 6، فإذا 6 factorial.
عرفتوا علي؟ وهون انا ثبتت الاي، شو ما كانوا يكونوا اي 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 جي تي او ان اس، الاس بالاول والجي بالاخر قبل هذا ما بيأثر، وين ما كانت تكون، مهم انه هودي السكس لترز يتبدلوا بكذا طريقه، مثلا بكذا طريقه، بكم طريقه انا في بدل السكس لترز الباقيين يعني ب 6 فاكتوريال. فأنا هون شو صار في عندي؟ إذا أنا ثبتت E وحركت البقايا صار في عندي أنا 6 factorial. So 720. Okay. Plus هودي الاحتمالات يلي هني كمان 720. فبيطلعوا 720 720، فبيطلعوا كلهم على بعضهم 1440. يعني عندي أنا 1440 letters ends by e or i، يعني يا e يا i vowel. خلاص خليني احط هون vowel letter وبيمشي الحال، تمام. طيب اوكي end by vowel letter. اوكي لحظة شوي، بعتقد كمان الاو، لكن نسينا الاو، ما الاو هي vowel letter كمان. اوكي كمان بتزيدوا عليهم، بتزيدوا عليهم هذيك الثانيه. انا ماني شاطر بالانجليزي على فكره، اتاكد اذا الاو، الاو هي vowel letter، ما نحن ال vowel letters هن اي اي او او اي اي شيء هيك. اوكي فاذا كانت الاو هون المفروض نزيد عليهم الاو، مفروض نزيد عليهم الـ O لأنه هي كمان vowel letter. يعني بعطيكم شوية وقت بس لتحسبوها قد ايه بتطلع، كمان إذا واحد هيك يعني اوكي. فاذا هون بدنا نزيد عليهم، انا كنت عم بحسب شغلي بس عشان هيك طولت، فاذا بدنا نحسب عليهم بدنا نزيد عليهم 720 تالتي. ليه؟ لانه كمان في احتمال انه يكونوا 6 letters 2 3 4 5 6، واخر واحد هو او، اخر واحد هو او، فاحتمال يكون او، لانه انا في عندي اي وفي عندي اي وفي عندي او، هودي هن الفاول letters الموجودين. فاذا انا بدي زيد 720، نسيتها بالمرة للأو، ما بعرف ما شفتها. اوكي فإذا بصيروا 720 times 3، وبيطلعوا الأنسر final answer بيطلع 2160، تمام. يلا هيدا هو الأنسر sizes، هيدا آخر واحد راح يكون عندنا. an urn contains، خليني أشوفه، 3 black balls 3 black balls, 2 white balls, and 3 red balls. 3 balls are drawn, show simultaneously. يعني combination. تمام؟ combination. أي هي. واحد. Number 1. In how many different ways can this draw be done? In how many different ways can this draw be done? فإذا أنا بدي حلها على combination. دغري بستنتج combination بما إنه simultaneously. فإذا كم بولز بدي اختار؟ 3. وكم كم واحد هن كلهم؟ 3 4 5 6 7 8، هن كلهم على بعضهم 8 بولز، توتال تبعهم 8 بولز. فإذا سي 3 اوت اوف 8، خليني احسبها. فإذا هون بحسب 8 سي 3 8 سي 3 56، فإذا 56 ways. Number 2. In how many different ways can two out of the three balls are black? In how many different ways can two out of the three balls are black? يعني اثنين black، يعني black black، والثالثة شو ما كانت تكون ما بيأثر.
يعني انا بدي اثنين بلاك والثالثه شو ما كانت تكون ما بيأثر. الان الاوردر دازنت كاونت اكيد لانه كومباينيشن، فما بيأثر اذا كانت بلاك نوت بلاك بلاك او نوت بلاك 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 او هالشيء هاي. فاذا انا بدي بس شو بدي بس how many different ways can two out of the three balls be black. يعني انا بدي تنتين بلاك. طيب فاذا بحلها مثل ما حليت سؤال الكاردز قبل شوي، شايفين على البولز اسهل لانه الكاردز يمكن الواحد ما يكون عارف شو يعني كاردز او شو يعني بلاينج كارد او دك، عشان هيك ما عم بجيبوا بالشهاده هالقصص هاي. اوكي فاذا هون انا بحلها سي بدي اختار اثنين بلاك، سي 2 اوت اوف قد ايه هن البلاك كلهم على بعضهم؟ هن البلاك 3، فاذا سي 2 اوت اوف 3 تايمز سي كومباينيشن 1 اوت اوف البقايا. شو هن البقايا؟ خليني افسرها هون. هن بلاك بلاك بلاك، وايت وايت، ورد رد رد. هاو دي هن 1 2 3 4 5 6 7 8. اوكي انا بدي تنتين بلاك وحده نط بلاك. طيب كم وحده باقي لي انا نط بلاك؟ وحده تنتين ثلاثه اربعه خمسه، فاذا 5. اذا ها شفتوا كيف سي 1 اوت اوف 5. هلا كيف فيكم تعرفوها من هاي؟ ما انا اخترت 2 من 3 بقي لي وحده لحتى يصيروا كلهم 3، وهون 3 فبقي لي 5 لحتى يصيروا 8، بقي الباقي 8. فاذا قد ايه بتصير؟ بس انتبهوا هيدي مش معناتها سي 3 اوت اوف 8، هيدي بتفرق عن سي 3 اوت اوف 8. اوكي فاذا 3 سي 2 هيدي بنحسبها على الكالكوليتر مثل ما هي، فبتطلع 3 تايمز سي 1 اوت اوف 5 بتطلع 5، فبيطلع الانسر 15. هيدي هي فاذا 15 ways. نمبر 3 هودي كتير مهمين نفهمهم لحتى نفوت بعدين على الـ probability. In how many different ways can at least one of the balls be black؟ اها مثل سؤال الكوين قبل شوي، حضرة الكوين اللي شغلتنا فيها ساعة. اوكي هون حضرة البلاك كمان بدها تشغلنا فيها ساعتين. At least one black يعني يا one black. ليه كيف بحلوا هذا السؤال؟ شو قال لي at least one black؟ هن ثلاث طبقات. At least واحدة، شو يعني at least black؟ يعني يا واحدة black والبقايا not black، وهيدي not be شو ما كانت white بتكون red ما بتفرق، مهم بتكون not black. Or okay التنتين black والباقي not black شو ما كانت يكون لونها ما بيأثر، او الاحتمال الثالث يلي هن يكونوا 3 بلاك 3 بلاك. اوكي طيب فاذا وحده بلاك سي 1 اوت اوف 3 تايمز التنتين البقايا نط بلاك سي 2 اوت اوف 5. هيدي هي وحده بلاك والبقايا نط بلاك. اوكي اور يعني بلس نجمعهم مع بعض، لان انا بدي اشوف هاي الاحتمالات تبعون هاي وهاي، يعني choices تبعون هاي او results وهاي وهاي واجمعهم مع بعض. فاذا بحطهم كلهم بلس بي بضربه واحده، فاذا تنتين بلاك سي 2 اوت اوف 3 تايمز سي 1 اوت اوف نوت بلاك. شو هن النوت بلاك؟ هاو دي قصدي فيهم انا نوت بلاك؟ هاو دي هن يعني ما حدد لي هو والله انه تنتين بلاك وواحده رد. يمكن يكونوا تنتين بلاك وواحده واحده وايت، يمكن يكونوا تنتين بلاك وواحده رد، بس انا ما بدي احطهم هيك، بدي احطهم بضربه واحده. فاذا سي 1 اوت اوف 5 يعني انا فيي اقول سي 1 اوت، في حل عادي بالطريقه ما بيأثر بس بتطلع طويل كثير. بلس 3 بلاك فاذا سي 3 اوت اوف 3. هلا فيكم تحطوها لهي فيكم ما تحطوها، هيدي اوبشنال. يعني الباقي شو بدها تكون؟ يعني سي 0 اوت اوف five يعني ولا واحدة من هودي البقايا، يعني هي أصلا تطلع one، ففيكم تحطوها فيكم ما تحطوها. وهلأ بنحسب الأنسر وعلى الكالكوليتر وبيطلع الأنسر. هيدي كانت كل شيء، هيدا كان مقدمة الـ probability. يعني هودي إذا فهمناهم نحن كتير منيح